رسالتنا أننا نقول للاحتلال من نقطة صفر أننا لن نوقف مسيرة العودة وكسر الحصار، ماضون على درب العودة وكسر الحصار حتى نحقق أهداف شعبنا الفلسطيني. إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيكون وبالا على الإدارة الأمريكية ويوما أسودا في تاريخ الشعب الأمريكي، لأنه شريك للعدوان وللاحتلال في جرائمه التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، وإن هذا لن يغير الحقائق التاريخية ولا السياسية ولا الدينية بأن القدس لنا وهي العاصمة الأبدية والواحد الموحدة لشعب الفلسطيني.